السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. أخواتي إخواني، أنا بعتذر منكم كتير 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 بسبب هذا الخطأ البسيط. أنا الفيديو اللي حكيت عن طريقة ربط القناة تبع الفيسبوك باليوتيوب، في شغلة صغيرة بصراحة أنا نسيت إني أحكيها، بس هي ما لا يعني كتير شغلة، إنه بس إنه مهمة يعني، تمام؟ فأنا بعتذر منكم أني أنا ما حكيت عنها، لأنه والله راحت عن بالي بصراحة. يعني أنا عم بشرح الفيديو شرحت معلومات كتير، فمثل ما بيقولوا هربت مني هاي المعلومة تمام؟ لأنه في كتير ناس عم بتقلي أنه أخي ما عم تشتغل عندي القناة، أنه عم بعمل الربط وكذا، و24 عم فوت على القناة، أطلع من القناة ما عم لقي الفيديوهات، عم يروحوا الفيديوهات. طيب أنا رح قلكم هلأ شو الطريقة اللي أنه أنتوا وترجعوا تفوتوا على الصفحة يكونوا طالعين الفيديوهات. يعني انتوا ما تخافوا، الفيديوهات بتكونوا طالعين وموجودين، بس انتوا بترجع تفوت على الصفحه بتلاقوا رايحين، بس هن ما بيكونوا رايحين، موجودين. راح اقول لكم شو الطريقه اللي هي لازم هي تعملوها مشان تكون اموركم ان شاء الله سليمه 100%، تمام؟ شغله تانية، يعني تفرجوا على الفيديو تبع اللي حاطه انا تبع طريقه ربط القناه من اليوتيوب مع الفيسبوك، يعني عليه مشاهدات حوالي 6000 مشاهدة، وما عادي منه غير 320 مشترك. طب ليش يا جماعة؟ ليش؟ والله حرام عليكم حرام عليكم، يعني فيديو منيح وعم تستفادوا منه، طب اشتركوا بالقناة، والله ما رح يأثر عليكم. يعني انت او انت اللي فاتين عم تشوفوا الفيديو مشان تربطوا قناتكم باليوتيوب والفيسبوك، طب انتوا عندكم قنوات وبتعرفوا انه المشترك قديش مهم انه يشترك بالقناة، تمام؟ بالإضافة انه فوتوا لعندي على الصفحة وشوفوا الفيديو اللي انا حاطه واللي شارح فيه عن قناتي، شو مشروع قناتي. مشروع قناتي ان شاء الله حيكون للخير باذن الله، تمام؟ فيا جماعه رجاء اشتركوا بالقناه واعملوا لايك. انا بايام معي 4 شهور تقريبا لحتى تخلص السنه تبع تحقيق الشروط تبع اليوتيوب. هلا في ناس شو قالت لي، في ناس قالت لي انه انا فتت شفت الفيديو تبعك تبع طريقه اللي عارضه انت تبع طريقه ربط القناه اليوتيوب مع الفيسبوك، انا مجرد ما فتت على قناتك وشفت قناتك فيها 320 مشترك فقدت الامل اني انا اربط قناتي على الفيسبوك. انا بدي اوضح لكم شغله، انا بصراحه ما لي عامل قناه على الفيسبوك، انا ما لي عامل، ما لي رابط القناه اليوتيوب تبعي مع الفيسبوك، تمام؟ يعني لانه انا بصراحه الفيسبوك عندي ما بستعمله كتير، يعني قليل لحتى فوت واستعمل الفيسبوك عندي، تمام؟ فما لي عامل له ربط وما عندي يعني هالاهتمام كتير بالفيسبوك، فمشان هيك انا ما لي عامل ربط. فالعالم بيقول لي انه انت ولتف فتت على قناتك شوف فيها 320 مشترك ما تشجعت اني انا افوت، ايه لانه انا ما لي رابط قناتي على الفيسبوك. لهذا السبب انا المشتركين عندي بفضل رب العالمين عم يزيدوا الحمد لله شوي شوي، عم يفوتوا يشوفوا القناه عندي وعم تزبط الامور ان شاء الله شوي شوي. ما بدي طول عليكم، فوتوا لعندي على القناه وشوفوا الفيديوهات اللي عارضها بالقناه، كمان بتفيدكم لكل الناس اللي عاملين اقنيه جديده في معلومات كثيره، تمام؟ بالإضافة أنه لا تستغربوا، أنا قناتي اسمها قناة منوعات تعليمية، يعني أنا قناتي رح أنزل فيها كل شيء، إن كان قصص أطفال، إن كان تعليم برامج، إن كان قصص الحياة بألمانيا، إن كان أمور القوانين بألمانيا، كل شيء اسمه منوعات تعليمية. ومستقبلا ممكن ينزل فيها كمان قصص الأنبياء والشغلات، يعني ما تستغربوا من قناتي أنه منوعة فيها، اسمها قناة منوعات تعليمية، تمام؟ ما بدي طول عليكم، يلا رح نبلش طريقة الشرح هلا. هلا أول شغلة، بعد ما تطبقوا كل شيء قايلكم إياه أنا بالفيديو الأولاني، هلا كل شيء بالفيديو الأولاني مزبوط وصح 100%، ما في عليه أي مشاكل، تمام؟ شو هي الخطوة اللي أنا نسيت لكم عليها؟ الخطوة اللي أنا نسيت لكم عليها إنه بس تعملوا هاي المواصفات كلها والأمور هاي كلها وال 24 تجوا انتوا تطلعوا من القناه من الفيسبوك، بس تطلعوا من الفيسبوك ترجعوا تفوتوا على صفحتكم تبع الفيسبوك تطلعوا بتلاقوا فيديوهات راحوا. ليش؟ في طريقه لان لازم تعملوها. تطلعوا شوفوا هلا عندنا هي الصوره تبع صفحه الفيسبوك تبعكم، القناه اللي عملتوها او مو قناه عفوا، الصفحه اللي عملتوها بالفيسبوك، تمام؟ هون بتلاقوا الصوره تبع صفحتكم، وتحت بتلاقوا مكتوب هون الصفحه الرئيسيه، المنشورات، الوظائف، هالقصص كلياتها هي. هون لازم تكتبوا على كلمة عرض المزيد، شايفينها؟ هي كلمة عرض المزيد، بتكبسوا على هي الكلمة تبع عرض المزيد، بعد ما تكبسوا عليها بيطلع لكم هيك،
بيطلع لكم هي المنشورات، الوظائف، المناسبات، الآراء، المقاطع والقصص كلياتها هي. تمام، شوفوا شو مكتوب عندي. آخر شيء مكتوب عندي كلمة يوتيوب. تمام، بتكبس على هي الكلمة تبع اليوتيوب، أو بتكبسي على كلمة اليوتيوب، بس تكبسي عليها أو تكبس عليها تطلعوا هيك، بتفوتوا على الصفحة تبعكم بتلاقوا الفيديوهات كلها يلي موجودة على قناتكم اللي ربطوهم على الفيسبوك نازلين. تمام، تلاقوهم كلهم نازلين وأمورهم بخير وكله تمام إن شاء الله. تمام إخواتي، هي الطريقة مهمة جدا لازم تعملوها، ولا حدا يقول لي إذا سمحتوا من بعد إذنكم، لا حدا يقول لي ما عم تشتغل عندي القناة. أنا الطريقة هي مجربها واشتغلت قناتي، مرة عملت صفحة على الفيسبوك ربطتهم مع بعض، اشتغلت القصة وزبطت تمام على 24. بس أنا مثل ما قلت لكم رجعت لغيت الفيسبوك، لأن أنا ما بستعمل الفيسبوك كتير، وأصلا ما عندي أصدقاء كتير عليه للفيسبوك. تمام، يعني قليل استعمله لأنه تمام. فهي الفكرة اللي أنا بدي أقول لكم إياها، وأنا نسيتها وبعتذر منكم إني نسيتها. فرجاء كل الناس اللي عم تشوف الفيديو الأولاني هو كله صحيح، بس بتضيفوا عليها هي المعلومة اللي قلت لكم أنا عليها هلأ. بتفوتوا على كلمة عرض المزيد، تنزلوا لتحت في كلمة اسمها اليوتيوب، بتكبسوا عليها بتلاقوا كل شيء فيديوهات بالقناة مربوطة عندكم نزلت على الصفحة. تمام إخواتي، هذا الفيديو تبعي كان لليوم، وإن شاء الله أكون أني فدتكم بالموضوع، وإن شاء الله بتمنى يعني لكل الناس يلي عم تعمل أقنية بتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله توصلوا للملايين من المشتركين، وإن شاء الله عقبال عندي كمان أنا كمان، لأن شفت عندكم الصفحة يعني عم تطلع بس ببطء. فالله المستعان، بالنهاية هي رزقة، يعني إذا رب العالمين كاتب لي رزقة فيها أنا بدي أخذها لو شو ما صار، وإذا الله مكاتب لي فيها فالحمد لله، مكون تجربة جربناها وعملنا اللي علينا وفدنا الناس إن شاء الله. تمام، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.